هذا الحصن يمثل رمز مقدمة بني تميم. للمبنى عبارة عن مبنى دفاعي، في عبارة عن ربوة يتجلدها هذا الحصن. المنارة الحلزونية طولها 25 متر. نعم، مبنية من الطين المدور. وكانوا البنيماني هم حكام البلد وقائمين على حماية الناس. أنشأت منطقة قسم في عام في بداية القرن السادس الهجري، وتحديدا في عام 521 هجري، حيث قام ببنائها وإنشائها السيد العلامة الإمام علي بن علوي بن محمد بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى. سماها قسم نسبة إلى أرض أجداده بالبصرة في العراق، أرض يملكها أجداده في البصرة في العراق اسمها قسم، فسمى هذه المنطقة قسم، وخلع بها كثير من النخل حتى أنه لقب بخالع قسم. وكان يتردد على بيته هذا بالذات في فصل الصيف ويخلو فيه للعبادة والتأمل في هذا البيت. بدأ التعليم في هذه المنطقة كما بدأ في كثير من المناطق على شكل معلامة أو كتاتيب، فبدأ التعليم كما أشارت له بعض المراجع أنه في معلم أخذ من أو اتخذ من دار الإمام علي بن علوي محل للتعليم ونشر التعليم، ولا زالت هذا التعليم في هذا الدار إلى اليوم، إلى يومنا هذا موجود تعليم في هذا الدار، وتدارس العلوم السيرة وعلوم الحديث والفقه موجود، دروس تلقى ودروس تلقى للطلبة ودروس خاصة تلقى لكبار السن في هذا البيت اللي هو بيت الإمام علي بن علي. فكان أول من على ما تتوفر لديه من معلومات، أول من قام بالتدريس هو المعلم عبد الحميد بن سعدان. هذا المعلم عبد الحميد بن سعدان كان يدرس الفقه، يدرس القرآن، يدرس الحديث، فتتلمذ على يد الشيخ عبد الحميد بن سعدان كثير من العلماء المعروفين المشهورين. وأعطيكم مثال، الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب سيئون، هذا معروف ومشهور. هذا الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي من مواليد هذه المنطقة، من مواليد منطقة قسم. بدأ التعليم ينتقل في هذه المنطقة ويتدرج، وصل إلى مرحلة من مراحل سميها مرحلة التعليم الأهلي المتطور. كان في تعليم أهلي متطور منتظم ومش حكومي طبعاً، أهلي تبنوها للخير ودعموها للخير، من ضمنهم السيد رجل الخير والعطاء محمد بن إبراهيم السقاف، محمد بن علوي بن إبراهيم السقاف، كان له يد طولة الله يرحمه في 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 بداية التعليم المتطور أو التعليم الحديث الأهلي في قسم. فبدأ بفتح مدرسة في مبنى هذا البيت اللي الإمام علي بن محمد علي بن علوي خالع قسم، ودرس في هذه المدرسة كثير من أعلام العلم أو من الشخصيات المعروفة. أيضا قسم كان فيه تجارة تأتي زمان، تجار الجمال، قوافل الجمال تأتي وتم البيع والشراء، وفي سوق كان برع قسم محط للقطار، قطار الجمال طبعا، تأتي القطارات الجمال محملة من عمان من المهرة،
ويتم البيع والشراء. هذا ما نقوله لنا أجدادنا، طبعاً نحن ما حضرنا هذا الزمان، لكن أجدادنا وصفوه لنا. فهي منطقة تجارية ومنطقة أيضاً زراعية، ويشتر أهلها بزراعة كثير من المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضار الموجودة في هذه المنطقة. تشتر بزراعة إنتاج القمح، السمسم، الشبرم، الذرة بأصنافها، أيضاً الخضار بأصناف المختلفة، فتزرع في هذه المنطقة بكميات كبيرة. فعلا الناس زراعيين معروفين، وهي منطقة زراعية أيضاً معروفة هذه المنطقة. ونحن في هذا المسجد يعتبر من أقدم المساجد في المنطقة حقنا، ويعتبر قديم في من حيث الأولوية، والناس تقام فيه جمعة في هذا المسجد من ما توارثنا عن أبائنا وأجدادنا. وبعد ما تعمر أسرة الجنيد الأخضر مسجد الحبيب حسين بن أحمد الأخضر، ولكن مسجد جامع قسم هو المتعارف عليه في كل منطقتنا وفي كل المناطق الثانية. اللي بنى المسجد أسرة يسمونها أسرة ابن حمدون قديما، واللي تمت عمارة المسجد قبل 100 سنة على يد الحبيب علوي بن إبراهيم الله يرحمه وأولاده من بعده. والآن عمارة المسجد على يدنا نحن، تمت قبل حوالي 19 أو 20 سنة تجديد العمارة، ولازلنا في تعميرها لليوم. كانت المياز قديم حمامات وهذا، واستحداثها واستحداثنا أمور ثانية. المنارة الحلزونية طولها 25 متر. نعم، مبنية من الطين المدور. اللي بناها المعلم عوض عفيف وأخوه عبيد. طبعا هذول اللي بنوا مأذنة التريم، مأذنة مسجد المحضر. وتم بناها بأدوات بسيطة يعني من الطين والهذا يعني. نعم أطول منها، ناس المحضر أطول منها، لكن مرات المحضر ربع ما هي درج هذه. وفي منارة طويلة بس حجر ذي تراب، كلها ما فيها حجر، كلها تراب. وبعدين حقها الكرسي واطي أسفل، يمكن لما خندق والأساس يمكن 7 ذراع وثمانية ذراع في الأرض، أو 10 ذراع في الأرض. ساس حجر مرصوص عقب بنا المنار. طبعا المسجد القديم أول منارة، الشيء الثاني نفس المسجد هو يعتبر مسجد قديم، ولكن نحن محافظين على الترميم والحفاظ على كل ما هو في المسجد والتجديد. ولكن الطراز القديم من المبنى كله، الجدران والهذا جديد قديم يعني. بالنسبة للمدينة يعتبر المركز الرئيسي، تقام فيه الجمعة، تقام فيه الاحتفالات الرسمية الخاصة، الأعياد مثلا زي الإسراء والمعراج، زي الموالد، زي يعني في حتى الوفيات تقرأ القرايات والخطومات في هذا المسجد. نستدعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم. وبدأنا بعض نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود، فضاء حر على شاشة بلقيس. Thank you.
هذه القلعة عبارة عن شكل مربع يحتضنه أربع معاصير أو سواري. هذه المعاصير عبارة عن حماية للمبنى وحماية أيضا دفاعية. يوجد بها حصن أثري كبير تابع للمقدم بني ماني، مقدم قبيلة بني تميم والشيخ طائلة بني ظنة، المقدم الحالي اللي هو الشيخ قيس بن العبد بن علي بن يماني. ابتنى هذا الحصن في عام 1243 هجرية، ما يقارب 200 سنة. طبعا بني بخصوصية بطريقة خاصة مثل الحصون المتواجدة، وتقريبا بهذا الهيكل يعتبر ثاني حصن من حيث السعة بعد حصن الدولة الكثيرية في سوق. يتكون الحصن من ثلاثة أدوار أو ثلاثة طوابق. الطابق السفلي عبارة عن مخازن للزاد والمزناد أو السلاح، طبعا هذا في الوقت السابق. يا وقت آخر عبارة عن مستودعات للحب والتمور. هذا الحصن يمثل رمز مقدمة بني تميم، والذي تعتبر قبيلة بني تميم ركن أساسي أيضا من أركان مظلة أكبر من بني تميم، وهي المظلة الظنية قبائل حلف بني ظنة. للمبنى عبارة عن مبنى دفاعي، عبارة عن ربوة يتقلدها هذا الحصن، تبعد منه البيوت أكثر من 300 متر وبينبه مسجد. هذه القلعة قام بوضع أول لبنة لها المقدم عبد الله بن أحمد بن عبد الشيخ بن يماني بن سعيد بن العبد بن أحمد. احنا كأحفاد له وطلعنا على بعض المعلومات انه في 1243 او 42 هجرية تم وضع اول لبنة لهذا المبنى. وطبعا كانت تعود عائدات الناس كانت قليلة في ذاك الوقت، لا تبنى الحصون والبيوت في وقت واحد. ثم قام بمواصلة المبنى ابنه الأكبر اللي هو المقدم أحمد بن عبد الله بن يماني في من بعد 1261 هجرية تقريبا بعد وفاة والده، أكمل الحصن على ما هو عليه. الطابق السفلي توجد فيه عبارة عن شمسة أو شمشة تكون في قلب المبنى ومفتوحة إلى أعلى، هذه بأشعة الشمس وتدخل الإضاءة والهواء إلى جميع غرف المبنى، إضافة إلى بير ومصلى ويابية للغسيل والغسل وحظائر للأغنام والجمال وإلى آخره. الدور الثاني اللي نحن الآن فيه عبارة عن غرفة، ثم غرفة أم ستة اللي هو ستة أعمدة أو ستة أسهم. طبعا هذه الغرفة أسست قبل 200 سنة، كانت الكثافة السكانية قليلة جدا، ويعتبر غرفة أو صالة في عهدنا اليوم من الصالات الكبرى اللي في الملتقيات إلى آخره. في هذه الغرفة
توجد نوافذ توجد بها مشاويف. المشاويف هذه عبارة عن فتحة بشكل مثلث يتم النظر منها أو استخدامها في حالة الغزو على الحصن أو على حواليه، يتم وضع معلقة البندق فيها وترمي بحيث أن العدو لا يراك. تشكيلة الأسقف موجودة في مبنى بشكل هندسي رائع جدا، فكثير من السواح لما يعتادون المكان هذا يستغربون في التشكيلة اللي موجودة في السقف. هذه لو نظرت إلى السقف عبارة عن عواد، هذه الجبال عواد الحمر أو العلب أو الصنوبر، تأتي سقف بعدها عواد العشر، شجرة العشر. طبعا هذه شجرة قارة لا تأكلها الرضا، فيتم نقشها بأشكال هندسية. ثم يأتي اليعبور عبارة عن عواد توضع بعدها، ثم تأتي الطين والتبل، هكذا تم سقف هذه الغرفة. من خلاصة كلامي أنه يستغرب الزوار سواء أجانب غيرهم في النقشة هذه، كيف تم وضعها، كيف تم ترتيبها وتنسيقها. طبعا هذا كان الأوائل لهم خبرة كبيرة في هذه الأمور. هذه المجلس الكبير هذا اللي احنا فيه، هذا مقر للأحكام أول، وللمقابلات وللزيارات وللوفود من داخل الحضرموت ومن برا حضرموت ومن أي منطقة أخرى يأتون إلى هذا المكان. يقال إن هذا الموقع موقع أولاً مثل ما سأتي الآن إلى الفندق الحديث اتجاه القبلة للغريب، هذا من ناحية اتجاه القبلة. الغريب يعرف أن هذا الاتجاه اتجاه القبلة لأداء صلاته. أيضا عند الاحتكام على المدعي أو على المجني عليه أو المدعي والمدعي عليه أداء يمين مكران يتجه إلى هذا المحراب ويوضع يده أو على الختمة أو على الموقع هذا لكي يؤدي اليمين، إذا كان يمين إثبات أو يمين إقرار أو تزكية إلى آخر ذلك. وكانوا آل بن يماني هم حكام البلد وقائمين على حماية الناس وقائمين على رعاية الخلق وقائمين على حفظ أموال الناس من النهب والسلب وغيره بين القبائل الأخرى. وطبعا كان الحصن يستقبل رجالات القبائل التميمية بفخايدها وقبائل بني ظنة عامة في الرخاء والشدة، أيضا في المناسبات الرسمية سواء عيد الحج أو عيد الفطر أو إذا هناك داعي لزم أو دعا به المقدم لقبائله خاصة قبائل بني ظنة يتم استدعاهم إلى هذا المبنى ويدرسون أمور القبيلة والوضع العام بشكل عام في المنطقة.
أول نحن من يوم نسمع بعض الأعراف القبلية ما عاد حضرنا عليها نحن، لكن نسمع من أهلاتنا إنها أول ما في الأعراف القبلية ماشي حكم تقريب القضاء إلا من يعني نحن يا من قريب نحن من بعد الوحدة ومن من الثورة ولا هنا، لكن من أول أغلبها أحكام قبلية عند المقادمة، ومن يعطونا حكمه خلاص يطرحون بينهم عربين يعني وثور مثل وثر هنا بعضهم يقول له وثر نحن نقول له عربون يعني تطرح، أما مبلغ أما بندق أما سيارة على مويب القضية حيم القضية كبرها وصغرها، إذا هي قضية فيها مشكلة كبيرة يشلون عربون نقول له وايد، وإذا هي مشكلة صغيرة على مويب كل قضية على مويب حيمة ويحكمون فيها، من تحكم عليك القعيدة خلاص تشل حكم. وهذا الحصن حصن بني تميم وحصن المقدم بني ماني، ومن يحكم عليه تقريبا حكمه يشل ما عاد حد يخالف فيه. الحصن ايضا يتقبل المناسبات، لما تحصل مناسبات في رمضان او في الاعياد ياتوا الناس ليقدموا العواد لمقدم المنطقه او مقدم القبيله من قبائل المنطقه بشكل خاص ومن جميع مكونات المجتمع من الشرائع، ياتوا بافراح عيديه هكذا جميله يعني ذات طابع عيدي خاص اللي هو بشكل زوامل وبشكل مسيرة هكذا مع البوارق خاصة حق المنطقة إلى الحصن هنا، ويتجمع الناس أولا في الساحة زوامل وثم يطلعوا يأدوا واجب التهنئة بالعيد في الغرفة الكبيرة في الحصن. عيد الحج وعيد رمضان، في عيد رمضان بعد ما يتم صيام 6 شوال كما هو المعتاد في حضرموت مباشرة، تأتي ما تسمى عيد الست، يأتي أهالي المنطقة كلهم بما يسمى عواد السادة، فخايد السادة اللي موجودة في قسام إضافة إلى الحضر واللي موجودين الآخرين يشاركون في هذا العواد بمناسبة عيد الفطر وعيد سد كما هو معتاد في حضرموت، يمر على هذه البيوت تقال في هذه العوادات في كل بيت ما تجاوز 10 دقائق بعض الأناشيد التي تحث التآخي والمحبة وفنجان القهوة ومقطر من الدخول وينتقلوا إلى البيت الثاني إلى قبل أذان الظهر تنتهي العوادات العامة. العصر الكل يعرف أنه العواد في الحصن، يأتي كل منهم مشارك في هذا العواد اللي يقيم في الصباح، ويأتي أيضا القبائل الأخرى التي عادها ما جاءت تعاود وتتخذها مناسبة، ويتجمع الكل من بعد صلاة العصر إلى المغرب يأتوا إلى الموقع هذا وبالذات الغرفة هذه، فالغريب يأتي يتقدم من الصباح وترتب لهم وجبة غداء، والقريب يعود إلى بيته. هكذا الناس كانت تتعود في المناسبات في مناسبات العيد. Thank you.